السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اسمحوا لي ابدا الحلقه بالترحم على الطفل ادهم ووالده اللي توفوا في حادثه وهم رايحين لملعب برج العرب. ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم يا رب ان شاء الله. اجوانو كانت بايرن، مستحيل مستحيل، كانت بايرن، هذا لا يحدث كل يوم. تعالوا نتكلم عن ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك واول قمه سواء لميتشو او لفايلر، الماتش اللي ممكن نحكم فيه شوية عليهم الاثنين، ونحاول ان احنا نفهم بيفكروا ازاي وايه اسلوب اللعب المفضل ليهم واللعيبة الاساسيين اللي يعتمدوا عليهم وخلافه. الاثنين مدربين قرروا ان هم يبدأوا الماتش بتشكيلتين ورسم تكتيكي متشابهين شوية. الاثنين قرروا ان هم يبدأوا بشادو سترايكر وما يبدأوش براس حربة صريح، بس كان شتان الفارق في تطبيق الطريقة بين الفرقتين. الزمالك بدأ الماتش بضغط عالي في محاولة بانه يمنع الاهلي من انه يبني الهجمة من ورا، في نفس الوقت كان بيحاول يلعب كور طويلة بالذات في ظهر علي معلول في الناحية اللي فيها شيكا وحمدي النقاز. في الناحية التانية كان باين ان فايلر المحب اسلوب الاستحواذ والبيلد اب ونقل الكرة على الارض بشكل كبير. الزمالك دخل الماتش بحماس كبير جدا اول دقيقتين تلاتة لحد اصابة عبد الغني في الدقيقة خمسة تقريبا، وبعد تغيير عبد الغني بدأنا ان احنا نشوف ان الاهلي بقى شكله احسن في الملعب، وبدأ ان هو ينقل الكرة بشكل اسهل ويوصل للجون وضيع كذا كورة. كانت أول هجمة تقريبا الكرة اللي غلط فيها عواد في الدقيقة 11 ولعبها الشحات ضعيفة في إيد عواد، وبعدها بدقيقتين على طول كانت تسديدة قفشة من بره المنطقة اللي جت جنب العرض. في الفترة دي كان واضح بشكل كبير تفوق خط نص الأهلي على خط نص الزمالك، التفوق اللي سمح إن يبقى كفة الأهلي أعلى من كفة الزمالك في الفترة دي، واستمرت سيطرة الأهلي لحد ما وصلنا لغاية الهدف الأول من أجاي اللي كان تقريبا كلمة السر مفاجأة فايلر الماتش. بعد الجون اتراجع الاهلي شويه بالذات بعد اصابه محمود متولي اللي كان عامل بدايه شوط ممتازه الحقيقه لحد ما خرج. للاسف الاهلي ملوش دافعين اصلا بره على الدكه، ان ربيعه مصاب وسعد سمير عنده صليبي وايمن اشرف موقوف، فاضطر فايلر ان هو ينزل محمد هاني ولاعبه كقلب دفاع. لعب محمد هاني قلب دفاع جنب ياسر ابراهيم وعملوا ثنائيه كويسه شويه لحد ما ياسر ابراهيم اتصاب برضه في الشوط الثاني وخرج، ورجع حمدي فتحي كقلب دفاع تاني. بس لحد ما وصلنا للدقيقة 30 كده كان الأهلي رجع يفرض سيطرته على الماتش تاني، وشفناه بيضيع أكتر من هجمة سواء من قفشة أو أجاي اللي كانت من أسيست حسين الشحات اللي عمل شوط أول برضه كويس، وبينتهي الشوط الأول بالجون الجميل جدا من حسين الشحات تقريبا في الدقيقة التانية من الوقت بدل الضايع، الجون اللي كان فيه حاجة غريبة جدا في دفاع الزمالك الحقيقة. تعالوا كده نشوف لقطة الجون ونتكلم عنها أكتر. في لقطة الجون زي ما انتم شايفين هتلاقوا إن لعيبة الزمالك موسعين المساحة اللي بيلعبوا فيها بشكل غريب جدا. يعني لو هنيجي نشوف المسافة ما بين أول مهاجم للزمالك وآخر مدافع، مسافة كبيرة جدا إنك تلعب فيها، مفيش أي تقارب بين الخطوط، كان لازم خط دفاع الزمالك يبقى متقدم أكتر من كده مترين كمان على الأقل. الأغرب من كده إن رغم المساحة دي كلها الكرة بتتلعب من حارس المرمى من الشناوي في ظهر المدافعين وبتوصل لحسين الشحات، وحسين الشحات بيشمس النقاز ويلعبها وترجع من عبد الشافي طبعا في غلطة ساذجة جدا ويحطها حسين الشحات. الشوط الاول كان واضح فيه تفوق الاهلي على الزمالك بشكل كبير، والاهلي ضيع على نفسه فرصه ان هو ينهي الماتش من الشوط الاول ويعرض 3 4 اهداف كمان. تعالوا نتكلم عن اسباب تفوق الاهلي على الزمالك في الشوط الاول. اول سبب وهو قرار ميتشو بعدم البدء بمصطفى محمد اللي كلف الزمالك كتير جدا في الشوط الاول، على العكس قرار فايلر بانه يبدا باجاي اللي سبب ارتباك كبير جدا لدفاع الزمالك بسبب اللامركزيه اللي كان بيلعب بها اجاي، تبادل المراكز مع الوينجين سواء الشحات او رمضان صبحي وتحركه بين الخطوط اللي كان عامل قلق كبير جدا لدفاع الزمالك. تاني حاجه هي الثنائيات، الاهلي كان متفوق تقريبا في كل الالتحامات والثنائيات اللي بينه وبين لعيبه الزمالك، تقريبا كل موقف واحد على واحد كان لعيب الاهلي هو اللي بيكسب الكوره، ده بالاضافه للكور الثانيه اللي برده كانت معظمها كلها بتروح لعيبه الاهلي. تالت حاجه كانت اللعب في المساحه اللي بين طارق حامد وقلبين الدفاع، وتغيير الملعب من اليمين او الشمال او العكس بشكل سريع اللي كان بيعمل تفكك للضغط اللي كان بيحاول يلعب بيه الزمالك. واخيرا نجاح فايلر في انه بيسيطر على مفاتيح اللعب بتاعه الزمالك سواء ساسي او بن شرقي او نجم، تقريبا اللي كان الوحيد اللي كان ليه خطوره شويه كان شيكابالا في الشوط الاول، شيكابالا برضو اللي عايز اتكلم عليه شويه في اخر الفيديو ان شاء الله. وبيبدا الشوط الثاني بتغييره من ميتشو ننزل مصطفى محمد مكان نجم، بس قبل ما مصطفى محمد يلمس اول كوره كان اجايب يحط الهدف الثالث، الهدف الثالث اللي كان مفروض يريح الاهلي وينهي الماتش، لكن كالعاده هديه من الشناوي ضربه الجزاء اللي مصطفى محمد لبسها له ويخش محمود عليا ويحطها حلوه جدا ويخلص الفارق تبقى النتيجه 3-1.
وبعد الجون تيجي إصابة ياسر إبراهيم للماتش قلب بعده السيرك تقريبا. ياسر خرج ورجع حمدي فتحي إن هو يلعب قلب دفاع، فبقى قلبين الدفاع محمد هاني وحمدي فتحي، فمصيبة الصراحة. وتقريبا مع أول لقطة لحمدي فتحي في مركزه الجديد كقلب دفاع بيعمل هدية تانية لعيبة الزمالك وبيديهم ضربة الجزاء التانية اللي برضه محمود علاء بيخش يحطها بشكل كويس، تبقى النتيجة 3-2 ويتكهرب الماتش على الأهلي بدون داعي. في العموم ماتش كويس جدا من بايلر، وبداية مبشرة وأسلوب لعب واضح إن هو ممكن يتماشى بشكل كبير مع أسلوب لعب الأهلي، بس على شرط الفرقة ما تقعش بدنيا مع ضغط الماتشات وبداية الموسم إن شاء الله. الماتش برضه اللي شفنا فيه مستوى كويس جدا من أكتر من لاعب، سواء قلبين الدفاع قبل ما يتصابوا أو أحمد فتحي اللي كان بيتقدم حتى أكتر من علي معلول الماتش ده، وثلاثي خط النص اللي كانوا سبب رئيسي في تفوق الأهلي على الزمالك في الشوط الأول. بس برضه قفشه محتاج ان هو حاسس ان هو بيتفزلك شويه، فمحتاج ان هو يلعب السهل ويقلل الفزلكه دي شويه. وكمان الثلاثي الهجومي وعلى راسهم طبعا اجايل اللي ممكن يبقى نجم الماتش. وقبل ما انهي عايز اتكلم بس كلمتين عن شيكابالا. الصراحه انا كراجل اهلاوي لا بتضايق من شيكابالا ولا شايف انه حراق ولا اي كلام من الكلام اللي الزملكاوي بيقولوا عليه ده، انا بالعكس انا بحب شيكابالا. بحب شيكابالا بالذات عشان موقف عمله بعد احداث بورسعيد. شيكابالا معروف عنه ان هو ما بيظهرش كتير في القنوات، تقريبا ممكن يكون طلع في التلفزيون 4 5 مرات بالكتير. ممكن اللقاء الوحيد اللي انا فاكره لشيكابالا اصلا كان على قناة الاهلي بعد احداث بورسعيد، واللي طلع اتكلم فيها اللي حصل ساعتها واللي حصل برضه في ماتش الزمالك اللي كان شغال في نفس الوقت. فمن ساعتها انا بحب شيكابالا الصراحة بشكل شخصي بغض النظر عن مستواه في الملعب او في النيات او اي حاجة. بس بصراحة شيكابالا كان مزودها شوية في الماتش، كان منفعل زيادة عن اللزوم، حاول ان هو يتخانق مع اي حد، فشيكابالا يا ريت يهدي التون شويه عشان احنا بنحبه. سؤال الحلقه، سؤال الاهلاويه او الزملكاويه، بعد الشويه القليلين اللي احنا شفناهم من فايلر او ميتشو، هل متفائل بموسم الاهلي او الزمالك مع الاثنين ولا لا؟ ده كان كل اللي عندي عن ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك. ولسه ما عملتش سبسكرايب يا ريت تعمل سبسكرايب، عجبتك الحلقه يا ريت تعمل لايك وشير. كان معاكم محمد الفيشاوي، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.